السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم اللي غنتعرفوا فيها على لو فيرب ميتر. فلو فيرب ميتر هو واحد الفعل اللي مهم في اللغة الفرنسية، كنستعملوه بكثرة وعنده معاني عديدة، يعني معنى كيختلف على الآخر. فاليوم إن شاء الله غنتعرفوا على معاني الفيرب ميتر الأكثر استعمال. فلنبدأ على بركة الله، فنمروا نشوفوا استعمالات هذا لو فيرب. فنبداو بالجملة الأولى، Le père a mis son journal sur le bureau. Le père a mis son journal sur le bureau. فهنا عندنا le verbe mettre اللي صرفناه في le passé composé. A mis. Le verbe mettre صرفناه في le passé composé. Alors, le père a mis son journal sur le bureau. Le père qui est né l'eb a mis wada'a son journal جريدته، لو جورنال هو الجريدة، سور فوق لو بيرو، لو بيرو هو المكتب. دونك الأب وضع جريدته فوق المكتب. فهنا لو فيرب ميتر كيعني بوزي، يعني وضع. فميتر هنا كيعني بوزي، وضع. نشوفو الاستعمال الثاني، جو مي دو سوكر دون لو كافي. جو مي du sucre dans le café. فهنا لو فيرب ميتر صرفناه في لو بريزون، في الحاضر. je mets. ف je mets كتعني هنا اضيف du sucre، لو سكر هو السكر، dans le café في القهوه، اضيف السكر في القهوه. فهنا لو فيرب ميتر المعنى نتاعو هو ajouter. ففي المثال الاول قلنا لو فيرب ميتر كيعني poser او وضع، وفي المثال الثاني لو فيرب ميتر كيعني ajouter أو أضافة. نشوفو الجملة الثالثة، elle a mis sa robe noire. elle a mis sa robe noire. elle a mis sa robe noire. هنا le verbe mettre صرفناه في le passé composé. elle a mis sa robe noire. يعني elle هي ارتدت sa robe فستانها noir الأسود. donc ارتدت هي لبست او ارتدت فستانها الاسود. فهنا لو فيرب ميتر كيعني سابيي، سابيي يعني لبس او ارتدى، سابيي. وممكن نقولوا ايضا إلا مي سي شوسور، يعني هو لبس حذاءه، سي شوسور حذاءه. وهنا ايضا لو فيرب ميتر صرفناه في لو باسي كومبوزي. دونك استعمال هنا نتاع لو فيرب ميتر هو سابييني، لبس أو ارتدى. داكوغ. أحمد أمي أونوغ بور أريفي أو ترافاي. أحمد أمي أونوغ بور أريفي أو ترافاي. فهنا أيضا لو فيرب ميتر صرفناه في لو باسي كومبوزي. أحمد أمي أونوغ بور أريفي أو ترافاي. فهنا عندنا ميتر دو طون، فهنا كنتكلمو على الوقت. فأحمد أمي أونوغ، سافاجيغ أحمد استغرق ساعة بور أريفي للوصول إلى العمل. لو ترافاي هو العمل، دونك استغرق أحمد ساعة للوصول إلى العمل. أحمد أمي أونوغ بور أريفي أو ترافاي. دونك هنا أحمد أمي أونوغ، يعني استغرق أحمد ساعة بور أريفي أو ترافاي. فهنا غير بين قوسين، هنا لو فيرب اريفي خليناه ما صرفناش، خليناه على انفينيتيف. لماذا؟ حيت قبل منه كاينه بور. دونك دائما لو فيرب الا كان قبل منه بور فكيكون على انفينيتيف، ما كنصرفوش. داكوغ. دونك احمد امي اون اور بور اريفي او ترافاي. فهنا عندي ميتر دو طون او بروندر دو طون، فهنا كنستعملو لو فيرب ميتر لابين نتكلم على الوقت. D'accord. Donc en polo, a mis une heure, a mis deux heures, a mis trois heures. La hasab l'ouakt li endna. Donc mettre du temps ou prendre du temps. Mais la télévision. Mais la télévision. N'indi le verbe mettre à l'impératif. Sarfnaf l'impératif. Mais la télévision. Ketani. Charril est-il fez. Charril est-il fez. Fahna le verbe mettre ketani allumer. فهنا كنقولو مي لا تيليفزيون شغل التلفاز، او مي لا راديو شغل الميديا.
D'accord, donc هنا mettre كتعني allumer, شغالة, allumer. D'accord. نمرو الاستعمال الاخر نتاع لو فيرب ميتر. امل امي لي فوال. امل امي لي فوال. فهنا ميتر لي فوال سا فو دير بارتير او كيتي، يعني غادر او رحل. داكور دونك امل امي لي فوال كتعني امل رحلت. ميتر لي فوال قلنا كيتي او بارتير. امل a mis les voiles, hier Amel est partie. Elle s'est mis à pleuvoir. Elle s'est mis à pleuvoir. Fa hna elle se mettre à. Se mettre à katani commencer. Elle s'est mis à pleuvoir, yani bada'at tomter. Bada'at elle s'est mis bada'at à pleuvoir tomter. Yani bada'at tomter ou bada'a al matar. ينزل. Elle s'est mis à pleuvoir. فهنا كنستعملو se mettre à. Se mettre à كتعني commencer أو بدأ. Ce livre met l'accent sur la générosité des musulmans. Ce livre met l'accent sur la générosité des musulmans. Ce livre كتعني هذا الكتاب met l'accent mais l'accent sur كتعني يؤكد او يبرز او يسلط الضوء على لا جينيروزيتي كرم دي مسلمون المسلمين على كرم المسلمين يعني يؤكد هذا الكتاب على كرم المسلمين. Ce livre met l'accent sur la générosité des musulmans. فهنا عندنا mettre l'accent sur كتعني insister يؤكد. D'accord. نمر الاستعمال الاخر نتاع لو فيرب ميتر. لا مير مي لا تابل ا ليد دو سون فيس. لا مير مي لا تابل ا ليد دو سون فيس. ف لا مير كتعني الام. مي لا تابل تحضر المائده ا ليد بمساعده سون فيس ابنها. لا مير مي لا تابل ا ليد دو سون فيس. الام تحضر المائده بمساعده ابنها. فهنا عندنا ميتر لا تابل. ميتر لا تابل سا فو دير بريباري اون تابل، يعني كنوضعو في لا تابل او المائده لي زاسييت اللي هما الصحون ولي فير اللي هما الكؤوس ولي كوفير. لي كوفير هما لي فورشيت ولي كويير اي لي كوتو. دونك ميتر لا تابل سا فو دير بريباري اون تابل. On a vite terminé la recherche car tout le monde a mis la main à la pâte. On a vite terminé la recherche car ou parce que tout le monde a mis la main à la pâte. On a vite terminé la recherche يعني انتهينا من البحث بسرعة car لأن tout le monde الجميع a mis la main à la pâte. شاركوا يعني شاركوا في هذا العمل لأن الجميع شاركوا. دونك انتهينا من البحث بسرعة لأن الجميع شاركوا يعني شاركوا في هذا البحث. داكوغ. فهنا عندنا ميتر لا مان ا لا بات. فميتر لا مان ا لا بات كتعني بارتيسيبي ا اون تاش او بيان بارتيسيبي ا ان ترافاي، وعندها أيضا المعنى نتاع ايدي مساعدة. فهنا عندنا ميتر لا مان ا لا بات كتعني المساعدة أو المشاركة في عمل ما. داكوغ. Pour finir ton projet rapidement, il va devoir mettre les bouchées doubles. Pour finir ton projet rapidement, il va devoir mettre les bouchées doubles. Fa pour finir ton projet rapidement, يعني لإنهاء مشروعك بسرعة, il va devoir يجب عليك mettre les bouchées doubles. أن تعمل بسرعة أو بجهد مضاعف أو بضعف الجهد. دونك لإنهاء مشروعك بسرعة عليك أو يجب عليك أن تعمل بضعف الجهد. فهنا ميتر لي بوشي دوبل كتعني أكسيليري. أكسيليري داكوغ يعني ألي بلو فيت أو أكسيليري. وبهذا كنوصلو لنهاية الحصة. تعرفنا فيها على لو فيرب ميتر. فكيف سبق قلت لكم لو فيرب ميتر كنستعملوه بكثرة في اللغة الفرنسية. ف
فكي خصنا نعرفوا الاستعمالات نتاعو والمعاني المختلفه نتاعو. ففي هذه الحصه ذكرنا يعني المعاني الاكثر استعمال، نتمنى تكونوا استفدتوا منها وتشاركوا هذا الدرس مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده. ما تنساوش لايك او جيم الفيديو، فهذا كيشجعني باش نقدم لكم مزيد من الدروس. ونتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله.